يا هلا أمية، هلا طلابي، طلاب الصف الرابع اعدادي، اهلا وسهلا بكم بهاي المحاضره المهمه جدا. ان شاء الله اليوم راح ناخذ بها جميع تمارين اليونت الاول. خليها ببالك، كل تمرين عندك، كل تمارين المنهج انا ضايف لك اياها ومترجم لك اياها. كل تمرين اقول لك عليه مهم، هذا الاستاذ ما راح يتبعد من عنده ابدا بالامتحان. كل تمرين ما اقول لك مهم، الاستاذ ما يجيب لك اياه، بس هذا التمرين مرات الاستاذ يطلبه من عندك كواجب بيتي تحتاجه. مثلا انا جميع التمارين شو سويت لك اياها؟ ترجمت لك اياها وحليت لك اياها، خاف اي تمرين تحتاجه تقدر تقراه بكل سهوله، اضافه تقدر تستخدم القاموس، اي كلمه تعاني من عندها دائما اسمع نطقها بالقاموس، ضايف لك القاموس وعلمتك على طريقه استخدامه، زين. بالنسبه هاي تمارين اليونت الاول، تمرين اي صفحه 4 هذا الحل، وهي الترجمه قدامك مجرد بس تقرا، تمرين 3 صفحه 4 صفحة 4، تمرين بي صفحة 5، هذا التمرين يكتب عليه تمرين مهم، الأستاذ بالامتحان ما راح يتبعد عنه ضمن مواضيع قواعدية وشرحنا هذا التمرين. يكتب عليه تمرين مهم. زين. عندك هذا التمرين، هذا التمرين، ذن الحل خاف تحتاج الحل. تمرين أي صفحة 6 دير بالك من هذا التمرين، خاف الأستاذ يجيب لك إياه يقول لك حلي بزمن مضارع مستمر، اكتب عليه تمرين مهم، هذا شرحناه سابقا. تمرين بي صفحة 6. تمرين سي صفحة 6، عندك تمرين اي صفحة 7، زين. عندك تمرين بي صفحة 8، هذا التمرين دي بالغ من عنده بالامتحان، خاف الاستاذ بالامتحان يجيب لك اياه على شكل ربط. تذكرون شنو ربط؟ يعني يقول لك اربط الارقام بمن؟ بالحروف. هذا التمرين دي بالك من عنده، حال لك اياه ومترجم لك اياه، مجرد فقط تقرا، اكتب عليه تمرين مهم. تمرين سي صفحة 9، هذا التمرين حليناه، تذكرون الصفات المنتهي بالاي ان جي والصفات التنتهي بالاي دي، وشرحت لك اياه بشكل تفصيلي، هذا التمرين حال لك اياه مترجم لك اياه. عندك تمرين دي صفحة 9، اكتب عليه تمرين مهم، الاساتذه يخاف يجيبوا لك هذا التمرين، يقول لك ضمن مواضيع قواعد يقول لك صحح صفة، زين؟ منطيك اياه، دير بالك من هذا التمرين، اكتب عليه تمرين مهم. هذا التمرين احنا اخذناه سابقا شرحناه بشكل تفصيلي. هذا التمرين دير بالك من عنده، خاف يجيبوا لك اياه ضمن موضوع صوتيات، شرحناه بشكل تفصيلي. هذا التمرين اكتب عليه تمرين مهم ضمن مواضيع القواعد، شرحناه ضمن الاسئله الغير مباشره، شرحت لك اياه بشكل تفصيلي. عندك تمرين اي صفحه 18، هذا التمرين دير بالك من عنده، اختصارات خاف يجيبوا لك اياها ضمن موضوع الاملاءات، يعطيك كلمه واختصر لك اياها، يعطيك الكلمه الثانيه يقول لك انت اختصرها او بالعكس، هذا اكتب عليه تمرين مهم دير بالك من عنده بالامتحان. تمرين بي صفحه 18، هذا التمرين ضمن قطع الكتاب شرحناه، تمرين مهم. عندك تمرين سي صفحه 18، هذا الاستاذ خاف يجيب لك اياه ضمن موضوع الاسقاطات او يجيب لك اياه ضمن موضوع اختيارات، هذا التمرين اكتب عليه تمرين مهم دير بالك من عنده بالامتحان. تمرين دي صفحة 19، هذا التمرين اكتب عليه تمرين مهم، ربما بعض الأساتذة يجيبوا لك اياه ضمن موضوع الإملاءات أو يجيبوا لك اياه ضمن موضوع الاختيار ربط يعني. زين، اكتب عليه تمرين مهم، دير بالك من عنده. زين. هذا تمرين تعاريف، هاي التعاريف دير بالك من عنده بالامتحان، خاف يجيبوا لك اياه بالامتحان على شكل ربط او يجيبوا لك اياه على شكل اسقاطات، اكتب عليه تمرين مهم، حال لك اياه ومترجم لك اياه. عندك هذا التمرين اي صفحه 22، هذا التمرين اكتب عليه تمرين مهم جدا، هذا دير بالك من عنده خاف يجيبوا لك اياه ضمن موضوع الاسقاطات. اكتب عليه تمرين مهم، حال لك اياه ومترجم لك اياه، مجرد فقط تقرا. تمرين بي صفحه 22، هذا التمرين اختيارات بين الصفه التي تحتوي على اي دي واي ان جي، وشرحت لك اياها بشكل تفصيلي. زين، عندك تمرين سي صفحه 23، اكتب عليه تمرين مهم، دير بالك من عنده، نفس الحاله مرادفات، خاف الاستاذ يجيب لك اياها ضمن موضوع ربط او موضوع املاءات، اكتب عليه تمرين مهم. تمرين دي صفحه 23، هذا التمرين خاف يجيبوا لك اياها ضمن مواضيع القواعد، ضمن مواضيع القواعد، دير بالك من هذا التمرين، شارحي. هذا كل ما متعلق عندك بتمارين اليونت الاول، فقط التمارين اللي اشرت لك اياهن مستحيل الاستاذ يتبعد عنهن.
راح يجيب لك من عندهن نصاً. فدير بالك من التمارين اللي اشرت لك اياهن، كل تمرين انا اسال ليش ما قريت لك اياهن وتعبت روح بيهن وهاي، لازم شويه انت تتعب نفسك شلون تقرا التمرين وتهتم بيه. انا ضايف لك ترجمه وحال لك اياه ومطيق قاموس تسمع النطق مالته، اي كلمه تعاني من عندها تقدر تقراها بكل سهوله. كل تمرين اشرت لك اياه، الاسئله الشهريه ما راح تتبعد من عنده ابدا ومسؤوليتي. طلابنا الاعزاء، هذا كل ما متعلق بالمحاضره مالتنا، وان شاء الله نشوفكم باليونت الثاني في امان الله.